العدول يوثقون العقود والمعاملات في كل النصوص القانونية المؤثرة للمنظومة التعاقدية بالمغرب. تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار سلسلة من الأشكال النضالية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للعدول وستعلن عنها الجمعية العامة يوم الأحد القريب. ويأتي هذا طبعا الزخم النضالي في إطار عدم تجاوب وزارة العدل مع الملف المطلبي للهيئة الوطنية للعدول المتعلق بتنزيل ما تم الاتفاق عليه بخصوص المحاضر الموقعة بين الهيئة والوزارة بخصوص تعديل القانون، مشروع القانون. طبعا الهيئة الوطنية للعدول في إطار المقاربة التشاركية التي نهجتها وزارة العدل ساهمت وناقشت وشاركت في مناقشات المسودة وتوصلت إلى صيغة محددة متفق عليها بينها وبين الوزارة، ولكن لما تمت إحالة هذا المشروع على الأمن العام للحكومة بدورها هذه الأخيرة أحالت هذا المشروع على مجموعة من القطاعات الحكومية لتتفاجأ الهيئة الوطنية للعدول بتراجعات عن ما تم الاتفاق عليه في المحاضر. طبعا تلك التراجعات الآن ترفضها الهيئة الوطنية وتستنكرها لكونها أولا لا تخدم قضية الأمن التوثيقي والتعاقدي والأمن القانوني والأمن المهني واستقرار المعاملات والحفاظ على حقوق المتعاقدين. ثانيا تضرب في الصميم مبدأ المقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول، وبالتالي الهيئة تتساءل عن مصداقية المقاربة التشاركية. إذا كانت الهيئة الوطنية شاركت في هذا الحوار وفي هذه المناقشة وتم الاتفاق وتوقيع على المحاضر، الآن يتم التراجع، فما معنى هذه يعني فهل لهذه المقاربة التشاركية تفسير؟ وبالتالي فالهيئة الوطنية للعدول تناشد الوزارة وتطالبها بتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الباب. نحن اليوم سيدات والسادة العدول واقفين وقفة عز، وقفة كرامة أمام وزارة العدل. علاش وزارة العدل؟ هي وزارة وصية على القطاع ديال العدالة. نحن نطالب السيدات والسادة العدول، ليس نطالب في حقيقة الأمر المطالب، لأن المطالب هي كتكون تكميلية. نحن نطالب بالحقوق الأساسية، الحقوق الأساسية اللي واردة في القانون ديال خطة العدالة ديال التوثيق العدلي هي لا تسعف. أنا سأتحدث عن المرأة العدل، نحن في سفينة واحدة، في مركب واحد، نحن في مهنة قانونية قضائية واحدة، لا 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 على لا مستوى الرجل أو المرأة. بالنسبة لنا نحن نساء، هذه 4 سنوات ونصف من الممارسة الفعلية، من أول كتابة عقد لنا إلى الآن، ونحن لا نرى تجاوب الوزارة مع هذه المطالب. ما كتلتزمش كما شفتوا الشعارات، ما تلتزمش بالمحاضر. نتفاجأ في جلسة أسبوع، في جلسة شفاهية لأسئلة الغرفة الثانية، أن الوزير السيد وهبي كيقول بأن ما يمكنناش من آلية الإيداع، وهي آلية ليست هذا، ما تحققش المصلحة الخاصة ديال السادة العدول والسيدات العدول، بل تحقق المصلحة المرتفق وتتحقق مصلحة الدولة، لأن بهذه الآلية كنحمي أموال، كنعرفوا واش كاين، يعني الدولة كتكون عندها واحد اليد، واحد السلطة، عندها واحد آلية الرقابة كترقب هذه الأموال. وبالتالي شنو هو الهدف؟ انا ما عرفتش شكون هما هاد المؤسسات اللي قالهم السيد الوزير يجاوبنا، حنا هنا باش نسمعوا يتفاعل مع هاد الوقفه ديالنا ويجاوبنا. وقلنا شكون هاد المؤسسات، هو ما ذكرش، ما سماش، قلنا شكون هاد المؤسسات، ولا ما قدرش هو يقنعهم ولا يتواصل يتحاور معهم. حنا قادرين ندفعوا لهذا حق ديالنا، والاليات اليات ديال صندوق اداره التدبير لا تحتاج الى تعديل في القانون. اليه ممكن بدوريه تعطى أن آلية صندوق إيداع والتدبير، مجموعة من المطالب، التلقي الفردي، رفع الخطاب، مجموعة من حقوق الأساسية وليس مطالب.